صباح الخير، نريد أن نرحب بكم جميعا في هذه الفرصة. الزول فلون نبغان نصطرح في يسون دان دي سواح تقال في يسون فكن. هذا يوم عظيم جدا. السقي ذس يتسوفور كنطاس. هذا اليوم يحتفل المسيحيون في كل العالم. السقي المسيحيين مرة دي الدنيا تكمل فرحن أن خدمن تمغران سوى السقي على موت المسيح على الصليب. فرحن خطر سمشتين درموس ليسوع المسيح فمي ذلك. موت المسيح على الصليب غير كل مجرى تاريخ الإنسان. الموت يسوع المسيح فمي ذلك ذيني قفدرن أمزر ينترسع كمل. وهذا اليوم سوف ندرس مع بعض حول ماذا تقول كلمة الله عن صلب يسوع المسيح على الصليب. السقي سنعمة سيدي ربي أدن غار هذا شغل دي قار أول سيدي ربي في الموت لك وذا حقون سيقر الميثين يسوع المسيح. في رسالة كورنثوس الأولى دي ثبرات ثم زواروث إيوث كورنثوس والإصحاح الخامس عشر دي صدرتس 15 دي ابتداء من الآية الأولى العدد الأول إلى غاية العدد الثامن سي صدرت ثم زواروث أرمى تصدرتس 8. بولس الرسول يكلم ويكتب إلى رسالة إلى كنيسة كورنثوس ويقول مثلا بولوس يتسارون يقارئ إيوث كورنثوس وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه. أي مثلا أو أنت سمحتي غلي إنجيلي وندف شرا وإن كني ثقف لم يرنث فم ذيس وبه أيضا تخلصون إن كنتم تذكرون أي كلام بشرتكم به إلا إذ كنتم قد أمنتم عبتا. وإن كن سويس أثسوس الكم ميلت حرزمت أكني ونتد بشرا نمولاش لمن نون ذي الفطر. فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلتم أنا أيضا أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. فكي غاوند أقفر كلش أيني دي تنفكنا نكيني المسيح يموت غف دنوفتنا أكن إثيدنا نثيرا. وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. يتسوى مظل يحيد أسويس ثلاثة أكن يثدنا نثيرا. وأنه ظهر لصفا ثم للإثني عشرة. يظهرد السفاس من بعد 12 نظام. وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ أكثرهم باق إلى الآن ولكن بعضهم قد رقدوا. من بعد يظهرد أكثر من 500 غنوث مثل ذكيوث السواف تقى ذك سن ما زاليثنا الثورة لما أنا شرى ذك سن موثن. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين. من بعد يظهرد يعقوب من بعد يمش قان مرة. وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا أي لبولس. من بعد نوثني مرة يظهري دين كيني يلان ذمذور. ففي نفس الإصحاح واحد كورنثوس الإصحاح الخامس عشر أنا قيم كان ذلك خفاقي ويس 15 فبولوس الرسول يركز على شيء هام مثلا بولوس يفهم أغضي وكذا في يوثن تمسرتك ساعة نزال يقول ولكن عدد 12 ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات يقرأ ما إلا ونتسب الشير بلي المسيح حيات سهر المكثين فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قوى قيامة الأموات؟ أمي شراس يكون قارن بلي ولاش حقون المكثين؟ ولكن في العدد الرابع عشر لصدرت 14 وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. ما يلا المسيح وردي حيارا تبشيرنا تفطر لما ننون داني ثمنا ذي الفطر. معنى هذا؟ المعنى سيجي أن بولس الرسول يريد أن يركز على شيء هام. يعني مثلا بولس في غاضي وكذا في يوتم سرتك ساعة نزال. يركز على أهمية صلب يسوع المسيح على الصليب. يبغى غادي في جنطاس الموت نار قيمة ساعة الموت يسوع المسيح فمي ذلك. فيقول بولس الرسول لو أن المسيح لن يصلب على الصليب. يبغى غادي يعني لو كان المسيح يتوس مرارة في الصليب. فكرازتنا باطلة. يبغى ديني أين كنت في شير السجين؟ إيمانكم باطل. نغر إيماني ثم نم بطل. بتعبير آخر أن المسيحية ليس لها أي معنى. المعنى ينس أين كسوسين من المسيح ويسعى رزال؟ لو المسيح لن يصلب على الصليب.
لمر المسيح وتسمرر في الصليب. لكن اليوم طبعا سوف نرى مع بعض أدلة كثيرة ما نسجيد نغارس جميع كل نوالي البرهانة الطاس التي تثبت فعلا بأن المسيح مات على الصليب. البرهانة تقضي تفقينا بلي يسوع المسيح تشيذت في مثغف وميذاري ولن يشب بها لهم كما يعتقد البعض. ما تشيذوا أيضا نظاني سمرنكم كان يسمى كان يتغير انحرام أن المسيح فعلا هو الذي صلب على الصليب. معنى المسيح تشيذت ذنسان اكسوا سمران غافو ميذاري في إنجيل يوحنا في الإصحاح العشرون ذي خفوس عشرين والعدد 19 إلى غاية العدد 23 سيد صدار 19 أرمتي 23 تلاميذ المسيح كانوا في بيت وغلقوا على أنفسهم إن المذن المسيح لن قيوت خامتنا قيوت غرفة حرني ما نسن دخل. ويقول الكتاب أن, 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 أن التلاميذ فقدوا كل أمل تكتفي قد سنت قرارات بلين المذن نقي ويفغيثن لأقل نغو قذن بعدما عاشوا مع المسيح يمي لان درن دكود المسيح ورأوا قوته ورن تزمرثيس مجده ورن تمنكثيس سلطانه ورن القوينس على كل شيء أفهم كل حاجة فاعتقدوا أن كل آمالهم قد انتهى غافي يجي يسني روح وسيرم ذي ثودر تنسل. ولكن العجيب في هذا الإنجيل إنجيل يوحنا الإصحاح العشرون المسيح ظهر لهم ما نغي نسوها من الطاس إمي ذي الإنجيل لكن يحنا أنوري المسيح إيفانسن دين المذنقي وظهور المسيح في وسط المؤمنين أو التلاميذ آنذاك مديفان المسيح جرسن كرينا المذن دي الوقتني طبعا بعد الصلب وقيامته المي يموث قبل حياة سكرميثين حررهم ذا يفسي سن دنا يسر حسن غير حياتهم يفدرثو ذات السن وكذلك أن كل ما كانوا ينتظرونه فعلا قد تحقق في حياة يسوع المسيح أين كنوا يتسرجون أين كنوا يفافيه منا ولا انتظارات ثودرة المسيح أعطاهم أمل جديد إفكيس انتسير مجديد قوة جديدة إفكيس انتزمر تجديد بطرس الرسول الذي أنكر المسيح ثلاث مرات مش قاب بطرس وإنك نكرنا المسيح ثلاثي فرذان يقول الكتاب في أعمال الرسل إصحاح الثاني عصر الثاني فكتفتي قد سنت قرار ذي شغال مشجعان إخوسين وفي العدد الرابع عشر صدرتي 14 أن بطرس وعظ أمام الجمع فقارد بلي بطرس يهضر دي وطاس قمذانا عن المسيح عن موته وقيامته يهضر سند في المسيح في الموثينس لكو الحقوين سجل ميثين فيعلم الكتاب ضغط فيقينا في كتفتي قد سنت أن نحو 3000 نفس جاءت إلى المسيح وآمنت به أزالن 3000 يمذانا إذ يقوم ننسى المسيح ذي قباس وسندر غورس بطرس الرسول الذي أنكر المسيح أصبح يعد ويضع حياته كذلك في خطر وإنكني إقن كرن المسيح ثلاثي فارثان يغير السقي يهضاري مذانا في المسيح يرناغي في كثو ذارثيس الدونجي لأن جوهر المسيحية هو موت المسيح على الصليب أخطر أين سانة زرديدي من نغى مسيحي ذي الموت لكذ حقو سيقر الميثين يسوع المسيح وقيامته طبعا حقوين سيقر الميثين فلهذا بولس الرسول يقول في هذه الآيات التي قرأناها فيما قبل كد يقار بولس ذي صدرنا قد نغرثورا يقول أن إن المسيح لن يصلب ميلا المسيح يقارد ميلا المسيح يتوس مرارف وميذاك فكرازتنا باطلة يعني إني كنا هدر السقين هدريث إيمانكم باطل نار إيماني نومن بطل فيجب أن نعلم أن صلب المسيح على الصليب هو جوهر الحياة المسيحية وقيامته كذلك إذا قد نحصب للموث غفو ميذاك لكذ حقون المسيح سيقال الميثين ذوقي ذل السسن الإيمان نرى مع بعض في العهد القديم أدن وريد العهد القديم خيرت مسلين أي في كتب موسى وطبعا والمزامير وكتب الأنبياء أن في العهد القديم هناك تنبؤات كثيرة تنبأ بها الأنبياء ما قبل عن يسوع المسيح. مرن غاردي كتابين لان قران دي العهد القديم ادنا فتصن في واث نغدي ايدي هضرون نغدي شارن افين يضرون الى المسيح. وهناك حوالي 300 او 320 نبوة التي تنبأ الأنبياء فيما قبل تحققت في يسوع المسيح. ادنا فزرن 320 انت بشيرات ايدي ضران دي ثودارثن المسيح. فمثلا في سفر ميخا. نزمرت نوري كتاب ثن ميخا. الإصحاح الخامس والعدد الثاني. خفويس خمسة فصل دارت السنة هو يتكلم عن ما عن ولادة المسيح في بيت لحم يتمسليد أمشرة دلال المسيح ذي بيت لحم وتحققت هذه النبوة في متى 2 العدد الأول ضغا إذا رد ويجين ذي إنجيل متى خفويسين تصدر تمزوير ولكن هناك تنبؤات أخرى
ما انا لن تتص تبشيرا في تبشرني النبي تنبع إشعياء النبي يند النبي إشعياء في الإصحاح السابع والعدد الرابع عشر يخفوه السبعة وفصل دار تسعة 14 أن المسيح يولد من عذراء يند بلي المسيح دلال السيديوث انتقشيش سازري وفعلا تحقق هذا في إنجيل متى الإصحاح الأول العدد الثاني والعشرون تيذت سيدارة دوايقي ذي الإنجيل متى إخفم زوارون فصل دار تسعة وعشرين أن المسيح ولد من العذراء مريم المسيح سيذت سيرولة السيديوث انتقشيش ثوات زويج ولكن كذلك في مزمور 69 دعنا دنافذك اكتفني هليلا 69 العدد الثامن اصدرت 8 إشعياء 53 العدد الثالث إشعياء 53 تصدرت 3 تنبأ هؤلاء الأنبياء هذرند في وثقين أخشارند بأن المسيح سوف يرفض من أهل بيته نند بلي المسيح وتقبلنا وثو خميس وتحقق هذا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول ضغي ضرد ويجي ذي الإنجيل يوحنا غفم زوارو العدد 11 ذي صدرت 11 ولكن كذلك في مزمور 22 ذغن ذي قهليل 22 العدد 16 تصدرت 16 تنبأ داود نبي يناد النبي داود بأن يسوع المسيح سوف يصلب والمسامير سوف تضع على يديه وعلى رجليه يناد بلي المسيح أسمر دياس أذي توسمار وذن توني مسمار كفسنيس ذقذرنيس وتحققت هذه النبوة في يوحنا 20 العدد 25 إلى غاية العدد 27 تشيذ تشيذ رد ويقي ذغن ذي الإنجن يوحنا إخفوس 20 يصدرتيس 25 أمسيس 27 فهذا باختصار يعني ثقيت صحة واش تكني أن هناك أدلة على أن فعلا المسيح يسوع قد صلب الطاسن البرهنة ثقلن أدي تفقينا بلي تذت المسيح يتوسمر غفو وصلب يسوع المسيح هو جاء لكي يحقق النبوات التي تنبأ عنه الأنبياء في القديم تذت المسيح يساد وكلا ذي سنكمار أينك يوران فلاس ذي العهد القديم فكذلك زكريا دغن نفي زكريا في سفر زكريا الإصحاح الثاني ذي كتفن زكريا خفوسين عفوا الإصحاح الثاني عشر سمحتي ذي خفوس 12 والعدد العاشر إصدار 19 يتكلم زكريا النبي على أنه سوف يطعن من جنبه من جنبه سوف يطعن من جنبه المسيح نبي زكريا يند ذان بليس مرد يس المسيح أثن قرن ذي كفار ذي وفعلا تحقق هذه النبوة تسيذت إذارة دوايقي في يوحنا 19 العدد 34 ذي الإنجين يوحنا 19 تصدر 34 فهناك تنبؤات كثيرة الطاس انت بشيرة قلنا في المسيح هناك في مزمور 16 العدد العاشر تنبأ داود نبي على أن المسيح سوف يقوم من بين الأموات قهليل وي 16 داغن نبي داود يشارد بلي المسيح داغن أدي حيوس قر الميثين فهذه أحد الأدلة على أن فعلا يسوع المسيح صلب وصلبه كان تحقيق للنبوات في العهد القديم تجاهين ذري شارات ناظر برهنة تدي تفقين بلي المسيح هذه توصل مرة فمي ذاك وتشيل سدي حيوس قرمي فلا يمكن ونزميرا لدنيني أن ننكر أن المسيح لن يصلب على الصليب ونزميرا لنا ننكر نغنغم في تشقين المسيح وتوصل مرة فمي ذاك إشعياء النبي إشعياء النبي في إصحاح 53 ذيك خفوس 53 تنبأ على أن المسيح سوف يأتي ويصلب لكي يكفر عن خطايا الإنسان يناد بلي المسيح هدي سادي تسوس مرف وميذا يوكن الدياوي لعفو إذن وفهني مذنى وهذا موجود في كل الإنجيل ويجي إلا عنك ذي الإنجيل كامل وهذه النبوة طبعا ذكرت في رومية 5 لإصحاح العدد السادس إلى غاية العدد الثامن يجي ضرد ذاغن نغي ماركاتي ذي ثبرات رومية إخفوس 6 ماذا نريد أن نقول؟ ذشو نبغاد نيني؟ أن الأدلة لا تحصى ولا تعد. نبغاد نيني باللي ذبرهانة نغيني دي سفقينة أن فعلا المسيح صلب على الصليب تشيذت يسوع المسيح يتوسمر في ميذاك ولهذا العالم ككل اليوم أفايقي ثلسة كامل يحتفل بهذا الحدث العظيم أفايقي ثلسة كامل السقي فرحاً سوستذيان تقي بهذا الحدث الذي فعلاً غير مجرى التاريخ تذيان تيك فدلن أمزرو ينتلسع غير الإنسان يفدل أمذان أعطاه رجاء أعطاه حياة أعطاه يقين بعد الموت يفكيس السيرم يفكيس ثمار جوث يفكيس ثوثار كما قال إشعياء كما ذكرت في الإصحاح 53 أن المسيح جاء لكي يكفر عن خطية الإنسان أما كان يدن نزيك يدنان في إشعياء المسيح يسد كل ذي أفوغ دنوباتي مذنن لكن ماذا قال المسيح عن نفسه؟ ما نغذش الدين المسيح في منيس
المسيح كذلك شهد على أنه سوف يموت. المسيح ذغني هضرد في منيسي ندب لي أذي توسمار وتنبأ بأنه سوف يلقي القبض عليه ندب لي أذي توطف يحاكم أذي شرعا ويصلب أذي توسمار ويقوم في اليوم الثالث ودي حيوس بسر تيام. فالمسيح نفسه تنبأ وذكر بأنه جاء لكي يصلب على الصليب. فيجي المسيح ولا ذنتاغس ثم ذي سيناد بلي أذي توسمار في الصليب. فالعجيب اليهود أنذاك كانوا مستعمرين من طرف الرومان. ذي لو تسواثني وذين لن سدوا الحكومة الروماني لما شافوا المسيح ورأوا قوته ومعجزاته وهمن ميوران المسيح شو تزمر في الساعة ناشو الفرهانة تخدم أن كان له كل سلطان على السماء على هذه الأرض ورنت بلي الساعة تزمر ذي الحكومة في كل شمال كين ولا ما ذي القاع كان له سلطان على المرض الساعة تزمر في الهلاك له سلطان على الموت استغرب غف الموت كان يعلم الغيب السن إزرق أين فرن كان يعلم ما يختلج في قلب الإنسان إلا شو السن ذا شو يفرن تقول بوم ذا كان له سلطان على الطبيعة إنسان فز مرث في الطبيعة كان له سلطان على الجوع حتى على البطن الإنسان إنسان فز مرث ولا فبوض بوم ذا نفراز فكان له سلطان عظيم على هذه الأرض المسيح إنسان فز مرث مقارنة في الدنيا ثقي مرة فاليهود أنذاك قالوا إليه وذيندي سواثني قالوا إليه تعالى لكي نملكك ملكا علىها علينا مثولا وذينا كنا نص يا أكناوي أكنرس ذاك اللي فلنا طبعا غرض اليهود أنا ذاك خطر إسوين سندي سواثني أنه كانوا يملكون كانوا يريدون أن يملكونه ملكا حتى يخلصهم من عبودية الرومان فغنا فرندك لي ذا خطر ميورا تزمرتيس إيوكنثني دي سوك السكفوسني أذونا سني رومان ولكن المسيح قال لهم مملكتي ليست على هذه الأرض معنى المسيح يريسن إنيسن كثقل ديثيو ما تشيذي القهايقي أن مملكتي في السماء معنى فقل ديثيو ثلاث جنوان المسيح جاء إلى هذه الأرض المسيح يصدغ القهايقي لكي يتمم غرض الله الأب في حياته ومن خلال حياته إيوكنا دي سنكمال لقصد سيدي ربي ذي ثو ذارثيس يا ناس ثو ذارثيس ذا فهو نفسه تنبأ عن ذلك نتساوس ثم ذيس يهضر ضعفيقي تنبأه بسوف يقبض ويحكم عليه ويصلب يناد بلي أذي توطف وذي توى الشرع وذي سمراني مذنن عفو ميذن وهناك شواهد كثيرة في الأنجيل أطاس تصدرني أغضي تمسليني فقي ذي الإنجيل في إنجيل لوقا 22 ذي الإنجيل لوقا 22 في متى 26 ذي متى 26 في مرقس 14 ذي مرقس 14 في يوحنا 8 ذي يوحنا 8 هناك أدلة على أنه فعلا المسيح تنبأ كذلك عن صلبه على المسيح أطاس تمسليني أغضي قارن أغضي سوكيذا بلي المسيح مسلي ذي جاو غفر غفر في الموثيس غفو ميذن فمن خلال هذه الكلمة نريد أن نؤكد أنه فعلا المسيح هو الذي صلب السجين فقد نحضر مسلينيكي وكان كانت نفكر بيان بلي تيذت المسيح يتوسم مرافو ميذاك العجيب أن المسيح لما ألقي القبض عليه أين يسوها من التص ما كان يطفن يسوع المسيح وحكم عليه شرعا تبوينتر شرع حكموا عليه حكم عليه ست مرات حكم الفلسة زرن سيفر ذا ثلاث مرات من طرف اليهود ثلاثان فرثان صغور يهوديين عوذيين وثلاث مرات من طرف حكام الرومان وثلاثة ثكار ذا غانس يحكم أروماني إكحكمان دي الوقت فالحكام اليهود أو كهنة اليهود وقذني المقدمين يهوديين حكم عليه من حنان رئيس الكهنة يحكم فلاس حنانيا قلان ذا مقران المقدمين دي الوقت هذا موجود في يوحنا لصح 18 ذي يوحنا 18 نفايقين حكم عليه من طرف قيافيس رئيس الكهنة يحكم في الأسداغان ومقارن المقدمين داغان قيافة في إنجيل هذا موجود في إنجيل لوقا الإصحاح 22 أثناء في إنجيل لوقا يخفوز 22 وحكم عليه كذلك من طرف رؤساء الكهنة تحكم في الأسداغان مقارن كل المقدمين وهذا كذلك موجود في اللوقا إنجيل لوقا الإصحاح 22 أثناء في داغان تجور ذي اللقاء 22 لكن كذلك حكم عليه من طرف الرومان ذا غنس الجهان نظن حكم فلس وث الرومان حكم عليه أمام بيلاطس يتوحكم فلس صغور بيلاطس وهذا في لوقا 23 تنفذي لوقا 23 حكم عليه من طرف هيرودوس يتوحكم فلس ذا غنس هيرودوس وهذا كذلك في إنجيل لوقا 23 دايم ذي لوقا 23 وحكم عليه للمرة الثانية من طرف الحاكم بيلاطس للمرة الثانية وهذا كذلك في إنجيل لوقا 23 ذا غن الرنتي در بيلاطس يعود يحكم فلس ذا غن أثنف تجور ذي لوقا 23 فلا يمكن
هافيكي ونزميرا أن ننكر أن المسيح لن يصلب ونزميرا أدنيني بلي المسيح يتوس مرارة في لأن في هذه كل هذه الآيات التي ذكرتها أخطر في صدارنكي كود نفذار أن المسيح حكم عليه 6 مرات المسيح يتوحكم في الأس أذي مث سيفر ذا 3 مرات من طرف رؤساء اليهود والكهنة 3 فرذان سكمورانيس ناس يهوديين سكوذين وثلاث مرات من حكام الرومان ثلاثة فرذان دعون السير حكام الروماني دعون فنحن مع بعض نرى لكي نتيقن أن فعلا المسيح صلب على الصليب أن الحوم يمكن أن نفقن بلتيذة المسيح يتوصل مرغة في ذلك لكن هناك كذلك شهادات أخرى ما أنه لن يزيد الشهادين دعنا فيقي شهادات اليهود وذيد شهدان دوثين والمؤرخين الغير مسيحيين لن ذاغن وذيد شهدان في تساقين وذي يرانا مزرو يرنا ماشي دي مسيحيين الذين عاشوا الحدث عاشن دي سواثني وذكروا في كتبهم في التاريخ أن المسيح فعلا صلب ميوران تكتفي نسان سدان ثاذي أن تقيب بيتشيذة المسيح يتواصل مرافو ميدا في أحد المؤرخين اسمه جوزيف فيوس لا يرون مزروي اسمه يوسيفوس هذا طبعا مؤرخ يهودي وقي رصريس ده يهودي يتسارو غمزروي ففي سنة 37 إلى غاية سنة 100 بعد الميلاد ذكر بأن المسيح فعلا صلب ذي القرون امزورا ذي القرون امزورا دوكي فذرد تذي ينتقي بلي المسيح يتواصل مرافو ميذاك كهنة اليهود انذان المقدمين اليهود أرخوا كذلك بأن المسيح صلب على الصليب وران ذان يولدني ثني بلتيذت المسيح يتوس مارغ في ميداي وهذا من سنة 70 إلى غاية سنة 200 أرخوا عن أن فعلا المسيح صلب على الصليب ذي سواث سكس ويس 70 أرما ذا سكس ويس 200 وران ذان تيذت بلي المسيح يتوس مارغ في ميداي لكن فيه كذلك حاكم روماني كتب على ذلك إلا يون قليد أروماني يرذان فيقي اسمه بيليني اسميس بيليني نعم بيليني عاش في شمال تركيا عاش غفان تركيا فهو كذلك كتب على أن فعلا المسيح صلب يرد ذغني ندثيث سقيب لتيذة المسيح يتوسمر في ميذا وهناك مؤرخين كثيرين التس ومياروين وإقوران فذرنت هذي أنتقي مثل حاستين مارتير التس ذيك سنو قاقيد نفذار وهناك هاد المؤرخين كتبوا على أن فعلا المسيح صلب رغم أنهم لن يكونون مسيحيين. التسجيم ذا نجي أوران تكتفين شهذن دفذيان تجي خسكنوا لنا رذي مسيحيين. لكن الذي يهمنا إحنا اليوم. منا أين سان الزرس هجر غورنا؟ أن ليس فقط أن نؤمن ونعترف بكل هذه الحقائق أن المسيح فعلا صلب. ماشي كان وكننا من كان ستيث ساقين تيذة المسيح يتوسمر فلازم كذلك أن نعرف كيف هذا الصلب أثر على تاريخ الإنسان نبغى نوري ذا غن أمش ثاثي ينتقي للموت من يسوع المسيح فمي ذاك أمش يتفدر دون يتكمل فموت المسيح على الصليب الموت من المسيح فمي ذاك كتبت عليها المئات من الكتب ثاثي ينتقي الطاسي قولان تكتفين فلاس وهذه الكتب التي كتبت تحدد كيف أن موت المسيح على الصليب وقيامته غيرت مجرى تاريخ الإنسان خطر الموت ذا حقوص قال الميثين يسوع المسيح ذين إسعان زال يفدرن دون يتكمل غيرت التاريخ يفدر مزروي غيرت العادات يفدر العادات غيرت ثقافة العالم يفدر أدرس تمورا غيرت كل شيء يفدر كلش وكيف أن هذه صلب المسيح على الصليب وقيامته أثر بقوة على كل الدول الغربية أمش ذغان الموت ذحقو المسيح سجل ميثين ذغان يجنور في موران إنجلندي الغرب غير القوانين يفدر القوانين غير حكومات يفدر الحكومات غير الاقتصاد يفدر ثلاثة مثل ثماش غير الفنون يفدر أولا ذي الفن غير العلوم يفدر ثموسني التعليم العلم العناية الصحة وكذلك حتى حقوق الإنسان ومكانته في هذا المجتمع أولا ذي الحقوق بمثال ذي ثمتي لكن كذلك غير وضع المرأة في المجتمع يفدر ذغان الحق أن تمطوث ذغان ذي ثمتي
ففي عهد الرومان تبع المرأة كانت لها قيمة قليلة شيء قليل أحسن من العبيد هي والأولاد يعني. ذي الوقت نين الرومان ذي الوقت نقول إلى المسيح ثم طثلا القيمة ينس أم شري يعني في مخلفة التصف شري. لكن المسيح موت المسيح على الصليب وقيمته ساوى بين المرأة والرجل. لما نا الموت الحقو للمسيح سجل ميثيني في الدر يرثم طوث يرتشد القيمة ينس كيف يتسمر قال في كل الحقوق ذي كل أزرف. فالمسيح يا وصلب المسيح على الصليب غير أشياء كثيرة. يعني الموثن المسيح ذحقون السجار ميثين يفضل تصن تمسار ذي الدنيث. المسيح تقل على قلوب الناس. المسيح ينرد لون قمذنن. وبدأ الناس يعتنون طبعا بالمصابين يعتنون كذلك بأشياء كثيرة. وغاني مثلا سر المسيح وغاني تحسن سويد يتوجرحن سويد يخصن. حقوق الإنسان تغيرت. الحقوق كمذانا توفدرن. فالمسيحية وموت المسيح على الصليب غير كل التاريخ. الموت المسيح غف الصليب يفدر كل شيء ذي الدنيا. فلا يمكن ولا يمكن أن ننكر أن المسيح لن يصلب. أن ننكر أدني المسيح ويتوس مرارا. إن هذه حقيقة تقيت شيثت. وهذه فعلا حقيقة في التاريخ في الكتب ولكن كذلك في تغييره للمجتمع في ككل. تشيذت أخطار وذي ديوران أنان تشيذت سجين ماشي كان ذي يا غمانة تشيذت سدقيني نتواري ذي الدنيا. بولس الرسول يقول في الآيات التي قرأناها في إنجيل في رسالة كورنثوس. بولس الرسول يقارد ذي صدرني دن غرانة في فلاتي وث كورنثوس. يقول إن المسيح لن يصلب. يناد ما يلغ المسيح تشيذت ويتواس مرارف وميذيك. فكرازتنا أي تعليمنا أي تبشيرنا بالإنجيل فهو باطل. أين كنت مسلاي أين كنت صغار أين كنت نهضر وياه نهضري في بطر ليس له أي معنى ويسعر المعنى. إن جوهر المسيحية هو صلب المسيح وقيامته. خطر أين كنت سويسين تسمن الصحك وقوانين تسمن الموثن يسوع المسيح لحقون السجال الميثين. بولس الرسول الذي كان يضطهد المسيحيين. بولس نقلاني تقهير في مسجد آغ تقهير مسيحيا ويجر بهم إلى القتل وإلى السجون يتسوي ثنا الحبوس يتسوي ثنا القثن. وكان متحمس جدا من أجل الديانة اليهودية. إلا إنسان حرارة مريحة الديانة اليهودية. ظهره المسيح وغير حياته تغيير. فنزد المسيح يباس يفدرك ثذرتيس. وبدأ المسيح يقول أو عفوا بدأ بولس الرسول يقول أنا أحيا للمسيح وللإنجيل. غاي وغار بولس ونكس قهر أنتي مسجدا يغار قار يمكن السجين ثوثارثي وتشيذر أختي المسيح. حتى قال إن الموت بالنسبة إليه هي انتصار. أرمي الصوذر مدينا أولا ذي الموت ما موثا الغور ترنوث. حرره من كل شيء. المسيح يفسيس شدا يفسيس كلش. من الكراهية من الحقد من القتل إلى إنسان محب. المسيح يكسس قريس شحني ذكره يرث ذمذاني شرند الحمراء. ولكن لمعنى قبل أن نختم وقفرد نكفون القرايقين في المزمور 116 أدنى غارض دقوه الليل 116 نقرأ في هذه الآيات أدنى غارض كرات صدارين آيات هامة جدا. أدنى غارض كرات صدارين يسعى نزل في المزمور 116 ذكوه الليلة 116 والعدد نبدأ من العدد 12 إلى غاية العدد 14 أدن غاسي صدرتي 12 أرمتي 14 يقول قال داود النبي قرد النبي داود ماذا أرد إلى الله أمكر الرغي ومغلال من أجل كل حسناته أينك يخدم الأحسان يرد إليه شيء آخر قال شيء هام قال إليس دغن ويضبوار قال كأس الخلاص أتناول أذر فذان ثقفوشت الإسلاك وباسم الرب أدعو أذن دهاغس يسمن ومغلال أوفي ندوري للرب أذخذ ما أينك دواء ذاغي ومغلال مقابل كل شعبه الزاثن وقذوذي سمرع. طبعا ماذا كيف يكون رد فعلنا الآن إن كني الساقي ذا شو قرقات نخدم من خلال كل ما رأيناه سقيقي كودن ورا غسقي أن المسيح جاء إلى هذه العالم لبلي المسيح يسد غردوني ثقي لكي يصلب يوكنا دي توسمر فمي لكي يقوم يوكنا دي حيوس قرميثي ويخلص الإنسان وذي سلكم ذا لا يستطيع أي أحد وزمير أولاد يون
مهما كان صفاته مهما كانت مكانته مهما كانت نبواته أكني بغوي الله ومذان أكني بغوي الله أكني بغوي ساغزر الدنيث يستطيع أن يتوسط بين الناس والله ورزمير أذيري جار سيدي ربي ذي مذان نكرتني اسم صلاح. هناك شخص واحد فقط ديون كان يقلان هو يسوع المسيح وقيد يسوع المسيح لأسباب كثيرة خطار يوطسن سباب لأنه لا يمكن الإنسان الخاطئ أن يتوسط من أجل إنسان خاطئ أمام الله خطار يزميران ومذان يقول لا الدنوب يوكل ذيري هذه اسم صلاح يا سيدي ربي كذو مذان أم ذنوب النظام هذا الوسيط يجب أن تتوفر فيه صفة الله خطار وين يقلق هذه اسم صلاح يا سيدي ربي ذي مذانان يلق أذي ريد قص أذي ريد قص صفة ربي فمن هو هذا الذي توفرت فيه هذه الصفة؟ ذنو وقيك سعن الصفة ربي أو هذه الصفات؟ أنوك سعن الصفة ثقيني هو المسيح وحده أنا المسيح لماذا؟ أشو غار؟ العجيب يقول الكتاب أن بإنسان واحد دخلت الخطية تكتفتي قد سنت سلمذا نغب لي سيون بمذان يعني سي أدم يدكشم دنوف أن من خلال آدم وحواء كل خطية ورثناها إلى غاية هذا اليوم سيقيم بمثال سي آدم وكل حواء إدك شم دنوب غير دوني ثقي سيد نوارثك ولكن كذلك الكتاب يعلمنا أن بواحد يمكن أن تخرج الخطية من العالم ذا غن تكتف في قد سنسي جيها نظن تسر ماذا نعم بلسيون بمثال كان إسوي ستوكس دنوب سي دوني فالمسيح استطاع أن يتوسط ويستطيع أن يتوسط بيننا وبين الله أنا المسيح كان يجزمر نذيري جيران سيدي ربي يكون غيسم صلاح لأنه هو قدوس أخطر ذي مقدسي قلا لن يرد خطية آدم وحواء ودي وريثارا دنوف سي آدم وكذ حواء فهو ولد من عذراء يلولد سي ثمطوث تازريث وآت زويج أي العذراء مريم تازريث مريم الملاك جبرائيل لما جاء لكي يبشر مريم العذراء بأنها سوف تحبل وتلد الملك جبريل ميديوسان دي خبر مريم بليتسر في السادس وتسعو غقشيش قالت له ثنياز كيف أعرف هذا كيف أعرف هذا وأنا لست كيف أفعل هذا وأنا لست أعرف رجلا ليس أمشي ردي ضروا يقين كني مزار ورعاذ يساغر قز وعاذ زوجان ولكن العجيب قال إليها باختصار أن القدوس الذي يولد منك إن ياس سكريم سليين إما قدسنا ديلان سكم وهذه كلمة قوية جدا وقيت هوارسان تزمر تم قرآن صفة قوية جدا يوثن الصفة جهدنا طاس أن المسيح ولد قدوس خطر المسيح يولد ذي مقدس وبما أنه ولد قدوس يمد يولد ذي مقدس ولد بدون خطية يولد من بلا ذنوب يستطيع واستطاع من خلال الصليب أن يتوسط بين الإنسان والله إزماري وكنذي يريد نتسان أريسم صلحا يقر سيدة ربي لك ذي مذنن فلهذا يقول في هذه الآية في إنجيل متى فيجد يقار ذي صدار ثقيد إنجيل متى المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين المسيح ينادي يورغوري أكون ويا عبان واستقيل الأحمال يبوب بنتاكم من زين وأنا أريحكم نكون في كغستافو احملوا نيري عليكم أوي فزقر وينوف لون وتعلموا مني رمذ ثرغوري لأني وديع ومتواضع القلب أخطر كني ذحنين يعني تشروا لي وذا رحمة فتجدون راحة لنفوسكم وتسف مستاف وغيثر وحنون لأن نيري هين أخطر زقر وينو خفيف وحملي خفيف تاكم في وخفيفة سوسة هذا في متى 11 العدد 28 لغاية العدد 30 وقفنا في كتبت المتا إخفوس 11-28 أما 30 نريد أن نركز نريد أن أركز على شيء هام هنا في هذه الآية فغير غد درس كزار ثم ورينو فيوم بوارد قوي الدنيا هي كلمة النير فغير غد جفضاء الولها أروا ورقي وزقروا ماذا تعني هذه الكلمة؟ ذا شو المعنى وورقي؟ هي خشبة الزقروا وديون بصغار تربت على حيوانين اسمي جار جالسين يغرسون نايز جارن على حيوانين معا هذه الذكور سين يزجارن لكي يشتغل يوكن أذخرزن أخذ منكن كفريق أخذ من الذكورن وأخذ منكن لكي يساعد بعضهم البعض يوكن معاون نجارسن فالمسيح يقول إلينا في هذه الآية المسيح يفاضيني ذي الصداثقين احملوا نيري عليكم المسيح يفاضيني أوي ثزجر يقيف لون أي ضعوني معكم في حياتكم الدقاء يبغى ديني أو ثيادي لغيذون دي ثدار ثنوان فسوف تلانون السلام والغفران والمحبة نكيني أو ندفك غلافو أو ندفك غرحمالا أو ندفك ثدار وهذا هو الأهم ويقيك سعى نزال أن المسيح جاء حسب الكتب
المسيح يسد على حساب بين يغدنا ثيرا لكي يمت على الصليب حسب الكتب يوكنا ذي مثغ في الصليب وكنا يغدنا ثيرا ولكي خلصن. يقوم في المتلت هو حي في السماء يوكنا ذي حي غصب السرتيام وثندق هنوان الدار. إن المهم ليس فقط أن نعرف أن المسيح صلب وساركنا ماشي معنا ما نسنكن بلي المسيح يتوسمر في ميذاك ولكن الأهم ما نيني سانزر أكثر هل نحن سلمنا إليه كل حياتنا هذا نفكسقسي هذا نكونين في كثو دارتنا المسيح اعترفنا بخطايانا اسكن استعرفوك سدنوفا ثنا زدثس بأنه فعلا مات وغفر وكفر عن خطايانا نعنو من بليتشيث شيموث فلنا في دمنا يعني يا في يغدنوفا ثنا فهذه فرصة تقي تشغنيت إذا كنت مؤمن ما إلا ثم نصر المسيح يكن أو كنت مؤمنة وكنت مؤمنة نعم ثم نضو تماصر المسيح يكن ممكن حياتك مع المسيح مرت بارتباك عديد أهفت ذاتيم نعفو ذاتيشك في المسيح وثركي ذرع فهذه فرصة تقي تسوية وإذا كنت لنت أنت وأنت غير مؤمنة أو مؤمنين ما إلا ما نغو تمام مزاريكنا ومزاريكم ثم نضرس المسيح فهذه كذلك فرصة تقي ذا تسوينيت أن تسلم حياتك وحياتي وحياتك إليه يمكن أن تفكر تذرثيك نعفذرثي إلى المسيح المسيح قال من يأتي إلي لا أخرجه خارجه المسيح يناد وندي سناغوري ورتسرع رأسي ثبور جاء لكي يغير الإنسان المسيح يساد يكون في الدرام ذا لكي يعطينا سلام مع الله يمكن أن تفكر هنا ثروثك لكي رب. يعطينا رجاء بعد الموت يمكن أن تفكر ثمار جوث ولكن كذلك جاء لكي يغير حياتنا حتى نكون ملح ونور في هذا المجتمع يسد أن يكون في الدرثو دارتنا وكنا نيري تسفث ونيري الملح ذي القعيقي أمين أمين نصلي مع بعض نصلي سجمع يا رب نريد أن نشكرك بفتنا سيدي ربي نبغاك نيري تنميرث من أجل رب هذه الكلمة تنميرث فوليك سيدي ربي نشكرك يا رب تنميرث سيدي ربي من أجل عملك على الصليب تنميرث فين يتخذ مضغف وميذاك من أجلنا وأجل كل العالم أفدمنا أفدمنا تلسى كمل نشكرك يا رب لأنك أنت فعلا غيرت حياتنا تنميرت سيدي ربي خطر تيذج تفدرت ذارتنا غيرت يا رب حياة الملايين والملايين سيدي ربي تفدرت ذارتني مليونا نمليونا الغشي لكن نشكرك يا رب لكن تنميرت سيدي ربي لأنك أنت هو الأمس واليوم وإلى الأبد خطر شكل لن يظلي يقول النساء ورايرين يرفضا يا رب نشكرك لأنك أن تقول في كلمتك فالمير فسيدي ربي خطر ثنت قواري إن سمعتم صوتهم الآن فلا تقسوا قلوبكم ما السلامي الصوتي وثورا والصغار ثلو لون نون يا رب نصلي باسم يسوع المسيح السيدي رب قدن السوثر سيس من يسوع المسيح أن تثمر يا رب بقوة في حياتنا يوكنا سيدي ربي شيني يسخذ من وريك يثوذر ثنا من خلال يا رب هذه الكلمة يوكنا وريك السيد يا رب يدي في كرفك وتثمر يا رب قوة في حياتي يا رب كل إخوة والأخوات وغير المؤمنين السامعين يا رب لهذه الكلمة يوكنا وريك السيد يا رب يدي في كرفك يعني ثوذر ثبث مثل تيست مثل لكو ذويذ نومينا رئيس كذا نستودع الكلمة بين يديك السيد يا رب نرى وريك رفسنيك راجي منك أبي الحبيب أن تعمل أنت بكل ما سررت به أكو سيد يا رب يكون السنك مرضيني لند الفغي في اسم يسوع المسيح نصلي سيس من يسوع المسيح إذن نزول هاليلويا هاليلويا آمين.